السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا بناتنا الأعزاء طلاب الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج مدرسة على الهواء ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية. يشرفنا في هذه الحلقة أن يتواجد معنا مستر هشام درويش خبير مادة الجيولوجيا في وزارة التربية والتعليم. منورنا في لقائنا اليوم مستر هشام. مرحبا بك، مرحبا بأبناء الطلاب جميعا، ومرحبا بك يا محمد وكل المجموعة اللي معانا. ربنا يكرمكم ان شاء الله. خلصنا باب وبدأنا في الباب الثاني، يا رب كده ايه دايما دايما نراجع القديم زي ما اتفقنا، ونشتغل ايه في الجديد واحدة واحدة كده ان شاء الله الرحمن لغاية ما نخلص المنهج. ما تقلقوش بالنسبة يا جماعة، المنهج هيخلص في الوقت المناسب جدا جدا. كان بعض ابنائي كانوا بيسألوني هيخلص في وقت مناسب، اذا كان بعضكم يعني تقدم شويه، بس احنا ماشيين بحيث ان احنا بنراجع اول باول، وان شاء الله هنخلص في الوقت مناسب جدا جدا ونراجع كويس قوي كل الامتحانات اللي ايه ممكن تتخيله. كل سنه وانت طيب. قبل ما نبدا لقائنا اليوم يا مستر هشام، عايزين نراجع برضو على اسئله الحلقه الماضيه كده مع حضرتك. سؤالنا الماضي او في الحلقه الماضيه كان بيقول لي علل لما ياتي. نشوف كده الاسئله دي. ينبغي على الانسان ان يدرس مكونات الارض. ينبغي على الإنسان أن يدرس مكونات الأرض. طبعا احنا اتفقنا ينبغي على الانسان ان يدرس مكونات الارض ليستفيد من خيراتها ويتقي شرورها، شرورها زي الزلازل والبراكين، ويستفيد من خيراتها الثروات المعدنيه ومكونات الارض كلها. الجرافيت معدن والفحم ليس معدن بالرغم من تشابه تركيبهما الكيميائي. الجرافيت معدن بينما الفحم ليس معدن بالرغم من تشابه تركيبهما الكيميائي. طبعا الجرافيت والفحم يتشابهان في التركيب الكيميائي لانهم كلاهما يتكون من الكربون. ليه بقى الاختلاف؟ الجرافيت معدن لانه دايما لما يقول لي علل الاسم ده معدن يبقى نقول ايه؟ لانه ماده صلبه غير عضويه تكونت في الطبيعه، له تركيب كيميائي محدد وشكل بلوري مميز. بينما الفحم ليه بقى مش معدن؟ بينما الفحم ليس معدن لأنه مادة عضوية أو ذات أصل عضوي، طبعا إيه؟ وليس له شكل بلوري، وليس له شكل بلوري، فانتفت فيه شروط الإيه؟ المعدن. تختلف استخدامات الهيماتايت قديما وحديثا. تختلف استخدامات الهيماتايت قديما وحديثا. الهيماتايت قديما، الهيماتايت قديما استخدم في الزينة أو في الرسم على الجدران، في الرسم على الجدران. بينما الهيماتايت حديثا، الهيماتايت حديثا استخدم في صناعة الحديد والصلب اللازم لصناعة الطائرات، سكك الحديد، المباني، حاجات كتير قوي نكتبها ايه اللي هو الموجود عندنا. نرجع لموضوعنا اليوم يا مستر هشام. احنا كنا دخلنا في جزئية علم المعادن والبلورات، اكدنا مع بعض على العلم ده وقلنا بيختص بدراسة اشكال المعادن وخصائصها الفيزيائية والكيميائية وصور أنظمتها البلورية المختلفة. ابتدينا الخصائص الكيميائية في لقائنا الماضي، مسكنا المعادن وقسمناها وقلنا بعضها معادن عنصرية، بعضها بتتكون من عنصر واحد فقط، وأخذنا مثال الجرافيت والماس وقلنا الكبريت الذهب دي كلها معادن عنصرية، بعضها بيتكون أكتر من عنصر، فوجدنا في بيكون من عنصرين زي مثلا الكوارتز كان فيه سيليكون واكسجين، بعضها اكتر من عنصرين زي مثلا الكالسايت فيه كالسيوم كربون واكسجين والى اخره من انواع المعادن المختلفه. احنا دلوقتي في جزئيه مهمه يا مستر هشام، العلماء المجموعات دي بسرعه كده. من اشهر هذه المجموعات مجموعه السيليكات ثم الكربون الاول اسما، وحضرتك يا ريت توريني برضو ايه توضيحا. هو عندي السيليكات ثم الكربونات ثم الاكاسيد ثم الكبريتيدات ثم الكبريتات ثم المعادن العنصريه او التي تتكون من عنصر واحد. بس لو سمحت قبل ما الاستاذ محمد يعرض لي، في فرق كبير جدا لما يقول لي اكثر المجموعات المعدنيه ولما يقول لي اكثر العناصر. ابن الطالب ارجوكم خلي بالكم من اللفظين دول. اكثر المجموعات المعدنيه انتشارا هنقول ايه؟ زي ما قلنا السيليكات. لما يقول لي اكثر العناصر شيوعا في القشره الارضيه يبقى عنصر الاكسجين ثم السيليكون. يا ريت بقى توريني حضرتك بقى ايه المجموعات المعدنيه، المجموعات المعدنيه. هنمسك المجموعات ونرتبها دلوقتي على حسب تواجدها في الطبيعه. ست مجموعات علينا من المجموعات المعدنيه على فكره كتيره جدا، هم من سته، هم اكتر من كده بكتير. اكترهم مجموعه السيليكات وامثلتها
المعادن اللي بتخش في تكوين الصخور الناريه كلها زي الكوارتز، الاورثوكليز، البليجوكليز، المايكا، الامفيبول، البيروكسين، الاوليفين، بالاضافه طبعا للصوان. طبعا الصوان لا يدخل في تكوين الصخور الناريه. كربونات من اشهرها عندنا المعادن اللي بيخش فيها كربونات زي كربونات الكالسيوم مثلا، كنا قايلين قبل كده الكالسايت، في عندنا كمان الدولومايت والمالاكايت، علينا الملاكايت هنقوله بعد كده، كربونات نحاس مائية. بعديهم أو يليهم مجموعة الأكاسيد، من أشهر معادن مجموعة الأكاسيد عندنا معادن الحديد، أكاسيد الحديد اللي هي الهيماتايت والماجنتايت. لو جينا شفنا مجموعة الكبريتيدات، كبريتيدات ليها ثلاث أمثلة هامة جدا معانا، البايرايت، وبنأكد بقى بايرايت كبريتيد، الجالينا السفاليرايت. على عكس الكبريتات، الكبريتات يبقى معدن بارايت، يبقى كبريتيد بايرايت، كبريتات بارايت. معانا كمان الجبس والانهيدرايت، كل دي كبريتات، يعني مثلا الجبس والانهيدرايت علينا تركيبهم بعد كده، كبريتات كالسيوم مائية ده الجبس، بينما الانهيدرايت ده كبريتات كالسيوم لا مائية. اما الاقل تواجدا في الطبيعه هي المعادن العنصريه، من اشهرها معادن مين؟ قلنا الذهب، النحاس، الماس، الكبريت، الجرافيت. مستر هشام، دي المجموعات المعدنيه اللي مطلوب مننا ان احنا ندرسها ونعرف امثلتها، وطبعا الامثله بتاعتها تتكرر معانا واحنا شغالين بعد كده على طول. احنا الوقت نبتدي بمجموعه عناصر، العناصر دي هتتحد مع بعض. أول ما تتحد العناصر مع بعض هتكون إيه يا مستر هشام؟ هتكون بلورة. هتكون إيه؟ بلورة. فبنتكلم عن إيه؟ عاوزين نفهم إيه مفهوم كلمة بلورة. وبرضه حضرتك من التعريف، لما قلت لي في التعريف أو اللي أنا لسه قايله دلوقتي، إن هو له شكل بلوري محدد، شكل بلوري محدد. يبقى إيه هي البلورة؟ البلورة. كويس؟ يبقى ندخل في البلورة يا محمد؟ نشوفها كده مع بعض. البلورة عبارة عن جسم هندسي مسمط لها أسطح خارجية، والأسطح دي كلها مستوية. البلورة مرة تاني، جسم هندسي مسمط لها أسطح مستوية. مستر هشام، عايزك توضح لي يعني إيه مسمط ومجوف، يعني إيه المقصود بلفظ مسمط أنت قلت لي، أنت قلت الحل كده، قلت الحل كأن هي عكس بالظبط، بالظبط مسمط عكس مجوف. الشكل دوت لو تخيل، لو عندي بالمنظر، بالمنظر ده، بالمنظر ده، انا عندي دي بيقول عليها جسم هندسي. هندسي ليه؟ لانه كل شكل منها واخد شكل هندسي، على شكل مستطيل، على شكل ممكن يكون على شكل مربع، على شكل مثلث، على شكل اي شكل معي، بس من جوه مليانه. دي كلمه مصمت يا استاذ محمد، ان هي كلها كلها زي البلوره اللي عندي في البيت، البلوره كلها كلها مصمطه لانها كلها مليانه من جوه زجاج، عكسها تماما كلمه مفرغ. فبالتالي البلورة جسم هندسي مصمت له، ده أوجه خارجية. بص، ده وجه، ده وجه، ده وجه. أي وجه من دولت وجه مستوي، وجه مستوي، فبالتالي أوجه خارجية مستوية تعرف بالأوجه البلورية كده. على فكرة يا أستاذ محمد، أنا ممكن أسألك سؤالين، أقول لك عارف البلورة؟ يبقى زي ما حضرتك مشكورا قلت لي. طب عرف الأوجه البلورية، هتقول لي أوجه الأسطح الخارجية المستوية التي تحد البلورة اللي عندي. الأسطح الخارجية المستوية التي تحد البلورة هي دي اسمها الأوجه البلورية. يبقى عندي تعريفين هنا، عندي تعريفين هنا، اتفضل. عايزين مثال لمعدن له بلورة ممكن ندرسها مع حضرتك يا مستر هشام. هو من 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 المعادن البسيطة أو في دراستها، معدن الهالايت، معدن الهالايت. كويس؟ معدن الهالايت دوت هنشوف تركيبته ازاي، او البلوره بتتكون ازاي. انا عاوز افهم يعني ايه تكوين بلوره، عاوز افهم يعني ايه تكوين بلوره. فتعالوا نشوف كده ايه، ولادي يشوفوا معايا. انا هاخد هدرس معدن اسمه الهالايت. الهالايت ده بس عشان نكون فاهمينه، عشان نكون فاهمين الهالايت ده اسمه الملح الصخري، وتركيبه الكيميائي يا استاذ محمد اسمه ايه؟ NaCl. NaCl. هفترض هرمز لايه مثلا؟ ده رمز الصوديوم، الصوديوم مثلا، وده رمز ايه؟ وده رمز الكلورين الاكبر شويه. ماشي؟ طيب تخيل يا استاذ محمد، هو بيتكون ازاي ملح الطعام؟ بيتكون ازاي الهالايت؟
بتكون نتيجه اتحاد ايونات الكلور مع الصوديوم، ايونات الكلور مع الصوديوم في نظام تكراري محكم. يعني نظام بص، كلور صوديوم ثم كلور ثم صوديوم ثم كلور ثم صوديوم ثم كلور وهكذا، يعني في نظام تكراري محكم. لما بيتحدوا مع بعضهم كلور صوديوم كلور صوديوم كلور صوديوم هيدوني في الاخر خالص شكل ايه ده يا استاذ محمد؟ انا شايفه شكل مكعب، مكعب. كده في جزئيه المكعب شويه تماما. طب لو انا يبقى مكعب، يبقى بيتكون الهالايت نتيجه اتحاد ايونات الكلور مع ايونات الصوديوم في نظام تكراري محكم ينتج عنه الشكل الخارجي اللي هو ايه؟ اللي هو الشكل المكعبي. انا بس هسال سؤال عشان السؤال ده يمكن نحتاجه بعد كده يا استاذ محمد. لو انا البلوره دي خبطتها بشاكوش، خبطتها بمعلقه، خبطتها على سنها بلوره ايه؟ ملح، بلوره، خبطتها خبط بسيط قوي، ايه اللي ممكن يحصل؟ بص، هتكسر المكعب ده لوحده فتديني مجموعه مكعبات. يبقى ايه؟ في اي حاله من الحالات الملح الصخري او الهالايت شكله على شكل مكعب، ودي انا بناخدها بعدين حاجه اسمها الانفصال، حاجه ناخدها بعد كده اسمها الانفصال. طيب احنا عشان ندرس البلوره يا مستر هشام، هل محتاجين حاجات معينه اعينها في البلوره؟ محتاج كده وسائل معينه هتبقى علي او عنايه عليها وانا بدرس الانظمه البلوريه اللي موجوده علينا؟ طبعا في عشان افرق اشكال البلوريه، انا ابنائي لو يشوفوا مثلا قدامي كده في اشكال، عندي في اشكال هنشوفها دلوقتي واحده واحده، بس في اشكال مختلفه. عشان احدد النظام البلوري بنسميه النظام البلوري او الاوجه البلوره كده، العناصر اللي بتحكمني اول حاجه نمره واحد المحاور البلوريه. يعني ايه محاور بلوريه يا استاذ محمد؟ هاخدها كمثال في البلوره دي. انا بعتبر ده محور، بعتبر ده ايه؟ محور، كويس، اللي هو ده بعتبره محور. يعني ايه محور يا استاذ محمد؟ بص خد بالك، انا دلوقتي هنا هتكلم عن طوله، يفرق معايا طوله، كويس، بس يعني ايه محور بلوري؟ ان هو لما بدوره بلف البلوره دي بتتكرر يا اما اوجه، شو الوجه ده هيتكرر، المهم ان هو كله نتكرر اكتر من مره، او تتكرر احرف، او تتكرر زوايا. بص الزاويه دي يبقى المحور البلوري اللي هو المحور البلوري الراسي اللي هو ايه؟ تتكرر فيه الاوجه او الاحرف او الزوايا البلوريه. طبعا اللي حضرتك قلته ده محور التماس البلوري الرأسي. لما بلف البلورة حواليه بيقدر يتكرر فيها وجه أو حافة أو زاوية. الله يكرمك. طبعا المحاور البلورية مش لازم تبقى كلها رأسية مستر هشام. الله يكرمك. في محاور إيه بتبقى ممكن لو مسكتها كده هيبقى مش محور رأسي، يبقى بعض المحاور رأسية وبعض المحاور أفقية. طبعا لو أطوال المحاور متساوية هنستخدم رموز ليها، ولو مختلفة هنستخدم ليها رموز. ممكن نعبر عنها ازاي يا مستر هشام قبل ما نبتدي الأنظمة البلورية؟ يعني كده ناخد فكرة سريعة عنها. يبقى المحور البلوري يا استاذ محمد هرمز له عامة بالرمز العام، هرمز له بالرموز A و B و C. يبقى الرمز بتاع الحروف بتاع المحاور البلوريه هرمز لها لطولها بالرمز A و B و C. طب افرض بلوره زي اللي انا كنت ماسكها من شويه المحاور بتاعتها متساويه، فهرمز لها بالرمز A1 و A2 و A3. A1 A2 A3 او A1 زي ما مكتوب في كتاب المدرسه A1 و A2 و A3. ده بالنسبه للمحاور البلوريه، وعرفنا المحور الايه؟ البلوره الراسي وعرفناه. طب ايه الحاجه الثانيه؟ اتفضل. الزوايا بين المحاور بقى وضعها ايه يا مستر هشام؟ نمره 2، الزوايا بين المحاور دي هرمز لها يا استاذ محمد عامه بالرمز بالفا و بيتا و جاما. الفا وبيتا وجاما، في بعض يعني مثلا ايه، هناخدها بس عشان افهم يعني ايه الفا وبيتا وجاما. دلوقتي ده عندي محور اهو ودي محور اهو، الزاويه اللي بينهم ايه يا استاذ محمد اللي انت شايفها؟ الزاويه اللي ما بين الزاويه هنا الزاويه متعامده. انا مش عاوز ابني يعرف مين الفا ومين بيتا ومين جاما، مش مطلوب منه يعرف مين الفا ومين، بس هنا اللي انا عارفه ان هنا الزوايا هنا متعامده. طب هنا
يبقى الزوايا برضه متعامده، وبرضه لو عملتها في اي اتجاه هتبقى الزوايا متعامده. يبقى في الحاله دي اقول ايه؟ الفا تساوي بيتا تساوي جاما تساوي 90، او اقول ايه؟ تعامد المحاور ايه؟ البلوريه، اللي هي يبقى معناها الفا وبيتا وجاما متعامده، المحاور متعامده. في حاجه ثالثه؟ احنا عايزين برضو كده نشوف جزئيه ايه. احنا قلنا في عندي اطوال محاور، في عندنا زوايا باينه، طيب مستويات التماثل في البلوره، مستوى التماثل البلوري، مستوى التماثل البلوري، التماثل البلوري هو المستوى الذي يقسم البلوره نصفين متشابهين، المستوى الذي يمثل البلوره نصفين متشابهين. انا هتخيل يا استاذ محمد، لو انا جبت ورقه ودخلتها كده، يبقى ده، هل الجزء ده يشبه الجزء ده تماما؟ يشبهه، يبقى ده بنقول عليه مستوى تماثل. واستاذنك يا استاذ محمد نفرق قوي 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 بين كلمه مستوى تماثل ومحور تماثل، عشان هناخد اللفظ ده بعد كده. فلو سمحت لما اقول لك المستوى الذي يقسم البلوره نصفين يبقى اسمه ايه يا استاذ محمد؟ مستوى تماثل بلوري. طب لو حضرتك كتبت لي محور التماثل، لا خطا، المحور مجرد خط، وخط وهمي كمان، خط وهمي يمر بمركز البلوره، طبعا لو لفيت البلوره حواليه زي ما اتفقنا بيتكرر فيها وجه، او ممكن تتكرر حافه او زاويه، بتتكرر كم مره؟ مرتين او اكتر. طبعا ده اسمه محور التماثل الراسي او البلوري الراسي. الله يفتح عليك. في برضه حته برضه بناكد عليها عشان اللي بيقسم البلوره غير اللي بيقسم الطايه، خلي بالك عشان دي جت في الامتحان وشفناها ابنائنا اخطاوا فيها كتير جدا. يقول لك مين المستوى اللي بيقسم البلوره نصفين؟ هقول له ده مستوى التماثل البلوري، اوعى تقول لي مستوى محوري خالص، انت كده دخلت على الطايه، فنفرق ما بين الاثنين ربنا يكرمك. في الطايه قلنا المستوى المحوري بيقسم الطايه الى نصفين متماثلين برضه. نرجع بقى للأنظمة البلورية مع حضرتك يا مستر هشام. احنا عندنا 7 أنظمة بلورية، عايزين برضو نأكد على كل نظام كده مع حضرتك وازاي نقدر نفرق ما بينهم. طب قبل ما نتكلم يا استاذ محمد، انت قلت لي 7 أنظمة، في بس عشان نفرق واحنا بنتكلم، في 5 هتكلم عنهم لهم 3 محاور واتنين تانيين هيبقى ليهم اي 4 محاور. يبقى انا هتكلم دلوقتي، هاخد المجموعه بتاعت اللي هم اللي ليهم 3 محاور بلوريه ونتكلم عنهم واحده واحده. اول واحده هقول عليها النظام او الفصيله، النظام البلوري المكعب. ده بص يا استاذ محمد، هقول لهم كده الاول ايه القانون اللي بيحكمني ونتكلم مع بعضنا. انا عندي A 1 تساوي A 2 تساوي A 3، وعندي الفا تساوي بيتا تساوي جاما تساوي 90، وهتكلم عنهم هشرحهم دلوقتي على البلوره بالتفصيل قوي، بالتفصيل نوضحهم تماما. ماشي، بص يا استاذ محمد، ده النظام البلوري المكعب يا استاذ محمد. انا عندي هنا المحور ده، ادي المحور ده، طالما قلنا في حاله التساوي يبقى هنقول A1 و A2، لو كانت مختلفين هنشوف بعد شويه المختلفين، يبقى A1 و A2 يبقى دوت ايه. تعالى بقى بص، المحور ده اللي هو ده كده، ده محور ثالث على فكره، يساويهم برضو يبقى A3، يبقى عندي A1 تساوي A2، او نقول ايه، بلوره تحتوي على 3 محاور متساويه في الطول، دي اول جمله اللي هي الايه اللي شاورنا عليها. طيب تعالى نشوف يا استاذ محمد الزوايا هنا 90 درجه، الزاويه القائمه على طول متعامده. طيب تعالى بقى بالنسبه لايه، ده متعامد مع ده، يبقى الثلاث محاور متعامده، حتى المحور ده عامل مع اخوه في المحور ده زاويه قائمه، يبقى دي عندنا ايه البندوره دي الف، هقول ايه، تحتوي على 3 محاور متعامده. يعني ممكن دلوقتي اقولها بجمله وممكن اقولها بالحروف. ايه اول حاجه بالنسبه للجمله؟ هو البلوره تحتوي على 3 محاور متساوية الطول ومتعامدة، أو بلورة تحتوي على 3 محاور A1 تساوي A2 تساوي A3 و ألفا تساوي بيتا تساوي جاما تساوي 90. ده نظام البلور الإيه؟ المكعبي. وطبعا بنأكد برضو أن هذا النظام هو الأكثر تماثلا. ليه أكثر تماثلا؟ أطوال المحاور متساوية زي ما شفنا، وفي نفس الوقت الزوايا بينها متماثلة أو متعامدة كلها 90 درجة.
احسن مثال ليه عندنا لسه قايلينه من شويه، معدن الهالايت، البلوره بتاعته تنتمي الى هذا النظام. باكد لو جالك ليه معدن الهالايت ينتمي للنظام المكعبي، هتقول ان ايه مره تاني، ان عندي كده اتحدت ايونات الصوديوم مع الكلور في نظام تكراري اداني شكل مكعب. لكن لو اتكلمنا بقى عايز اهم صفات بلوره معدن الهالايت، هتشرح اطوال المحاور والزوايا باينه. النظام التاني يا مستر هشام، طيب بص يا استاذ محمد ونكتبها لك، شوف المحور ده يا استاذ محمد والمحور ده طولهم الاثنين قد ايه؟ بعض، قد الاثنين بعض، قد بعض. يعني عندك محورين متساويين تمام. طب شوف بقى المحور ده مع المحور ده، لا كده الرأس ده مختلف في الطول يا مستر هشام. يبقى عندي محورين متساويين ومحور يختلف عنهم، فقول ايه؟ بلوره تحتوي على، بص هكتبها ازاي ديت؟ هكتبها A1 تساوي A2 لا تساوي، دايما نخلي المختلف يبقى هو سي، لا تساوي المختلف المحور الرأسي سي على طول. على طول، نخليها دايما نثبت القاعده دي معانا. طيب يبقى عندي هنا A1 تساوي A2. طب تعالى نشوف العلاقات بتاعت الزوايا يا محمد، ده وده الزاويه الزاوية بينهم، برضو قائمة، يبقى كده المحاور برضو متعامدة، وده مع ده. برضو طيب متعامدة برضو. يبقى هنقول هنا في الحاله دي الفا تساوي بيتا تساوي جاما تساوي 90 درجه. طب لو سمحت واحده واحده كده، ايه وجه التشابه والاختلاف بين المكعبي والرباعي يا استاذ محمد؟ طبعا وجه التشابه كلاهما بيحتوي على 3 محاور. وجه التشابه برضو جميع الزوايا بين المحاور متعامدة، كلها بتساوي 90 الله يفتح درجة. عليك. لو جينا قلنا وجه الاختلاف، وجه التشابه برضو ممكن اقول A1 بتساوي A2. وجه الاختلاف بقى ان في المكعب 3 محاور متماثلة متساوية، بينما قلنا في الرباعي في محورين متساويين اللي هما المحورين A1 يساوي A2، ويختلفوا عن المحور الرأسي C اختلف عنهم في الطول. الله يكرمك يا محمد. هنخش بقى على نظام آخر يا مستر هشام، ودايما لما بنسمع اسم النظام بنحاول نقتبس منه حاجة. يعني النظام اللي جاي اسمه النظام البلوري المعين القائم، برضه هيساعدني في توضيح حاجة هنا بنأكد عليها. الله يكرمك. مبدئيا تعالى كده، اولا ده يساوي ده، لا كده أطوال المحورين دول مختلفين. طيب هل ده يساوي ده؟ سوري، ده يساوي ده، في اختلاف بينهم، فانا عندي كده ايه؟ فانا عندي دلوقتي في كده اختلاف بينهم، يبقى هنا هتقول ايه؟ هقول اول حاجه هقول ايه؟ ان A1 سوري، هتبقى هنا بص يا محمد هقول ايه؟ A لا تساوي B لا تساوي C لا تساوي C. طب نيجي ايه لحاجه ثانيه؟ لحاجه ثانيه هنا نشوف الموضوع التعامد، التعامد بين الزوايا، تقولها معايا كده حضرتك؟ عامده كلها الله 90 يفتح. درجه. بص 90 درجه، نيجي مثلا ايه في الزوايا دي برضو زوايا، يبقى هنا هقول ايه؟ الفا تساوي بيتا تساوي جاما تساوي 90 درجه. يبقى هنا في النظام الثالث هقول ايه؟ بلوره تحتوي على ثلاث محاور، ثلاث محاور مختلفه الطول ومتعامده، او بلوره تحتوي على ثلاث محاور متعامده ومختلفه في الايه؟ مختلفه في الطول كده تمام. دوت كده ايه؟ كده احنا قلنا ثلاث بلورات، 3 أنظمة بلورية، وكلهم متشابهين في حاجتين مهمين جدا. كلهم متشابهين ان فيهم 3 محاور وجميع الزوايا متساوية. يبقى اوجه تشابه بين الثلاثه دول عشان ادخلها مع مجموعه ثانيه، البلوره دي اللي هو المعين القائم، المعين النظام، اقول لك ليه انا كتبتها نظام المعين القائم. لو تقول لحضرتك يا مشكورا، ايه هي اللي احنا مرة قلنا ايه؟ تاني قلنا ايوه أطوال المحاور الثلاثة مختلفة، عشان كده عبرنا عنها A لا تساوي لا B تساوي بي لا لا تساوي تساوي C، سي والحروف لا كلها تساوي، سمول ايوه وواضحة جدا معانا. لا تساوي، كويس. خلاص، وقلنا الفا وقلنا تساوي الزوايا متساوية، بيتا ألفا تساوي بتساوي بيتا بتساوي جاما جاما بتساوي تساوي كام؟ 90 90 درجة. درجه. ماشي، انا كده بس كده البالونه دي احنا كتبناها قبل كده، بس هقول لك ليه الغرض من كده. ندخل في نظام بالوري جديد يا استاذ محمد اسمه النظام احادي الميل، احادي حتى برضو بتقول لي بنستفيد من الاسم في حاجه، احادي احادي الميل، الميل. افتكر من اللفظ بتاعه احادي الميل، يعني في زاوية واحدة بس هي اللي مايلة. خلاص، يبقى زاوية بس هي اللي اختلفت،
فانا بحاول اسم نظام بيساعدني في وصف النظام ده. طب تعال نشوف اول الاطوال، نتكلم على الاطوال. بص الطول ده، هل المحور ده زي ده؟ لا، في اختلاف في اطوال المحاور. طيب هل المحور ده زي المحور ده؟ لا برضو. طب يبقى كده الثلاث محاور هنا مختلفة. الله يفتح عليك. يبقى يبقى نكتب اول حضرتك حاجة كده، حضرتك جمعت كده المعين القائم مع ده، ده كده في كده في تشابه ما بين الاثنين، معين القائم وده كده الله. اطوال المحاور مختلف. يبقى اول الصفة فيهم عندي هنا ايه لا تساوي بي لا تساوي سي، واخد بالك؟ يبقى دي في وجه تشابه ما بين ده وده، عشان يعني عشان كده كتبت دي كررتات يعني. طيب نشوف الزوايا بس الاول ونخلص منها، وبعدين نتكلم بقى ايه على التشابه والاختلاف. بص يا استاذ محمد، مبدئيا ده وده ايه الزاويه اللي بينهم؟ انا شايفها ايه؟ قائمه. قائمة، الزاوية قائمة، يبقى أنا كده في عندي في زاوية قائمة أهي. طب شوف بقى ده يا محمد، ده وده لا، في ميل شوية. في ميل شويه، يبقى عندي هنا او حتى البلوره لما اوقفها لو شفتها كده هتحس ان هي ايه مايله، بلوره ايه مايله، واخد بالك ازاي؟ فيها ميل. جنب واحد بس منهم اللي مايل، جنب واحد بس منهم ايه اللي مايل، فساعتها فهقول ايه؟ هقول هنا بالنسبه لي هقول الفا تساوي جاما لا تساوي بيتا. يبقى الزاوية اللي اختلفت هنا بنأكد زاوية بيتا، وهنا قيمة ألفا وقيمة جاما الاتنين هنا بيساوي 90 درجة. الله يفتح عليك. يبقى كده معنى ان الزاوية بيتا اختلفت، يبقى ممكن تبقى اقل من 90 او اكتر من 90 يا الله يفتح مستر عليك، هشام. ما قلناش اي حاجه، احنا قلنا ان هي زاويه بيتا مختلفه. ايه هي بقى قيمتها؟ كام؟ اكتر او اقل من 90؟ دي هتختلف معايا، بس هي مش 90 خالص، مش 90، وهي الزاويه الوحيده. طيب معلش يا استاذ محمد، عشان برضو ايه يبقى ربطنا اللي فاتوا بين دلوقتي، ايه وجه التشابه بين المعين القائم واحاد الميل؟ كده المعين القائم وأحاد الميل كلاهما بيحتوي على ثلاث محاور، والثلاث محاور دول مختلفة رموزهم A لا تساوي B لا تساوي C، طيب يبقى الاثنين مع بعض وفي نفس بيتشابه. الوقت نقدر نقول إن الزاوية ألفا بتساوي الزاوية جاما. خلاص، الزاوية ألفا بتساوي الزاوية جاما في الاثنين بتساوي 90 درجة. الاختلاف بقى ان هو عامه الثلاث محاور غير يعني دولت متعامده، المحاور هنا اثنين متساوي اثنين متعامدين، والثالث ايه يختلف عنهما او ايه يزيد او يقل. في ميزة بتميز يا مستر هشام النظام البلوري أحاد الميل، إن معظم المعادن تنتمي لهذا النظام. بالظبط، الله يفتح. برضو احنا بندي كل نظام حقه زي ما قلنا المكعبي الأكثر تماثلا، فبنجد أن النظام أحاد الميل معظم المعادن تنتمي إليه. الله يكرمك. ناخد بقى نظام ثلاثي الميل. يعني ايه ثلاثي الميل يا استاذ ده محمد؟ كده بقى ايه يعني كله من الاسم مائل. برضه، يعني هنغش كتير هنا ايوه من الاسم بتاعه، ثلاثي الميل مايل بالثلاثه، يعني مايل كل الزوايا بتاعته مختلفه هنا مختلف مستر بتاعنا. هشام. طب نشوف الاول اطوال. بص يا محمد، هل في ده وده هل الطول لا، متساوي؟ مختلفه الاطوال الله يكرمك. طب دوت وده برضه مختلفه. مختلف الاطوال، يبقى انا عندي اول كلمه هقولها هقول ان ايه؟ ان بالنسبه لي ايه لا تساوي بي، اسف، لا تساوي سي، كويس؟ وده هيبقى وجه تشابههم مع البلورتين اللي فوق. طب بالنسبه للزوايا، تعال نشوف الزوايا برضو نتاكد من الزوايا. بص بالنسبه لهنا الزاويه مالها؟ برضو هنا مش مش تعامد تسال، خالص. لا، مش تعامد في خالص. ميل هنا في الزاوية، بص نفس هنا الكلام برضو في مش ميل. تعامد، تلاقي حته لما احط البلوره كده يا محمد محطوطه بطريقه تلاقي مايله معوجه معوجه من جنبين، يبقى بالتالي الثلاث ايه محاور غير متعامده. فهنقول ايه هنا اللفظ اللي هقوله؟ الفا لا تساوي بيتا لا تساوي جاما، الفا لا تساوي بيتا لا تساوي ايه جاما. ماشي يا محمد؟ تمام، يبقى كده هنا التلات كله مختلف يا مستر هشام، سواء كان محاور او او اطوال. زوايا، وبنأكد ان ده ثلاثي الميل، ان ده ثلاثي الميل قال من اسمه ثلاثي الميل، يبقى التلات زوايا مختلفة والمحاور كمان مختلفة. طيب الله يفتح عليك. يبقى دوت ايه؟ طيب لما يبقى هنا النظام المعين، خلي بالك النظام المعين ممكن اوجد له اوجه تشابه ما بينه وما بين احادي الميل وثلاثي الميل، واوجه اختلاف، وتاني برضه احادي المعين القائم ممكن اوجد له اوجه تشابه ما بين اللي مثلا الرباعي اللي المجموعه دي، اوجه تشابه واوجه ايه اختلاف. بالنسبه للاثنين دول الثلاثه دول وجه التشابه بينهم التعامد.
تعامد الزوايا، كل الزوايا لكل متساوية الزوايا متعامدة، هنا وجه التلاتة دول وجه التشابه اللي هنا ان كلهم الاطوال بتاعتهم مختلفه تماما، الاطوال بتاعتهم مختلفه تماما. الله كده احنا خدنا نظام بلوري ايه سباق خدنا كده 5 أنظمة كلها متشابهة مستر هشام، ايه إن هي فيها 3 محاور. نقولهم مرة تاني، ابتدينا بالمكعبي ثم الرباعي ثم المعين القائم ثم أحادي الميل ثم ثلاثي الميل. عايزين بقى نشوف مع بعض النظام البلور اللي جاي. نظام البلور اللي جاي النظام السداسي. استاذن حضرتك يا مستر هشام، طبعا عايز اوري ابنائي حاجه هنا مهمه في بلوره النظام السداسي. تعالوا نشوف كده مع بعض الصوره اللي جايه دي كده على اللاب ونتكلم معايا كويس. طبعا انا هبتدي بشكل الصوره دي بالمستوى ده كده، شايفين المستوى ده كده، قاسم البلوره نصين، النص اللي فوق مماثل تماما للنص اللي تحت، يبقى كده في مستوى تماثل افقي اهو، يقسم البلوره نصفين متماثلين تماما. تعالوا نحرك البلوره وندرسها مع بعض كده ونشوف ايه اهم صفاتها. طبعا البلوره زي ما نشوف الوقت فيها 4 محاور، احنا شايفين ده محور تماثل راسي بالشكل ده كده. في عندي هنا لو شفت في 3 محاور افقيه، هنجيبهم تاني ونشوفهم تاني مع بعض دلوقتي. عندنا 3 محاور افقيه، هنشوفها دلوقتي تاني. يبقى كده في مستوى راسي بيقدر يقسم البلوره الى نصفين متماثلين تماما. لاحظوا معايا ادي 3 محاور افقيه عندي بالشكل ده كده. هنلاحظ حاجه بقى، ال3 محاور دول كلهم متساويين، يعني المحور ده قد ده قد ده كده، عشان كده هنسميهم A1 بتساوي A2 بتساوي A3. عايزين نشوف برضو حاجة هنا، لو أنا عديت بقى الأوجه المتماثلة عندي هنا، أدي وجه 2 3 4 أدي 5 أدي 6، عشان كده هبص ألاقي المحور الرأسي اللي في النص ده كم وجه متماثلين حواليه؟ 6. في كام حافة كده؟ بص كده عد معايا الحواف، ادي حافة 2 3 4 ادي 5 ادي 6. عد معايا برضو كام زاوية متماثلة، ادي زاوية 2 3 4 ادي 5 ادي 6. عشان كده بنقول على البلورة دي محور رأسي سداسي التماثل. المحور الرأسي بتاعها سداسي التماثل، واضحة جدا البلورة قدامنا اهيت. خلاص نحركها تاني ونشوفها وهي في وضعها الطبيعي كده في الطبيعة اهو. ادي بلوره النظام السداسي يا مستر هشام. يبقى كده احنا شفنا بلوره النظام السداسي كده فيها 4 محاور، 3 محاور افقيه متماثله ومحور راسي عمودي عليهم. ال3 محاور افقيه المتماثله بينها زوايا متساويه، والمحور الرابع عمودي عليهم عامل مع كل محور زاويه قائمه. الرموز بتاعتها هنا نعبر عنها ازاي يا مستر هشام؟ هنعبر عنها يا استاذ محمد. بص هنقول ايه؟ زي ما حضرتك مذكورا، ادي A1 تساوي A2 تساوي A3 لا تساوي C. احنا قلنا دايما لما نيجي نختلف نقول ايه؟ نختلف بتاعنا C. يبقى المحاور بتاعتي هتبقى ايه؟ A1 تساوي A2 تساوي A3 وC ده يختلف عنهم في الطول. كويس، يختلف عنهم ايه في الطول ويتعمد عليهم. طبعا الزوايا هنا ملهاش مسميات يا مستر هشام زي الانظمه الباقيه، بس احنا بناكد ان ال3 محاور افقيه بينها زوايا متساويه. حضرتك بناكد كمان ان المحور الراسي عامل زاويه قايمه مع ال3 محاور الاخرى. اكدنا واحنا بنتكلم دلوقتي يا مستر هشام على جزئيتين كمان فيها بتميزها، كان بيوجد مستوى تماثل افقي. ايوه، ومحور رأسي، سداسي التماثل، بغش من اسمها برضو، قلت لي لها مستوى، تماثل افقي. ماشي يا استاذ محمد، عندي جملتين دلوقتي. خلي بالك انا هقسم بس الكراسه كده وهقول لك ليه. دلوقتي البدور السداسي اللي قلت لي عليه ان هي A1 تساوي A2 تساوي A3 لا تساوي C، أو ممكن نقولها إزاي؟ لها 3 محاور متساوية في الطول يتعامد عليهم محور رأسي يختلف عنهم في الطول. قلت لي حضرتك برضه مشكورا، قلت لي لها محور رأسي سداسي التماثل
وبينته لي وقلت لي لها مستوى تماثل افقي. وليه بقى الثلاثي؟ عشان نقدر ايه نتكلم عنها. عايزين برضو كده أبنائنا نشوف بلورة النظام الثلاثي مع بعض، نشوف كده مع بعض كده. هبتدي برضو بنفس شكل البلورة اهوت في النظام الثلاثي. لاحظوا معايا أنا المستوى التماثل الأفقي، بصوا كده، هل المستوى ده بالله عليكم يقسم البلورة نصين، النص اللي فوق زي اللي تحت يا مستر هشام؟ لا لا لا، طبعا واضح جدا ان هنا مفيش مستوى تماثل افقي، البلوره اختلفت، النص اللي فوق غير اللي تحت خالص، يبقى كده هنا لا يوجد مستوى تماثل افقي. طب نكمل برضو شكل البلوره دي، نحركها شويه مع بعض. ايوه اتفضل. لما احركها بالشكل ده كده بنلف البلوره عشان نشوف بقى الاوجه المتماثله مع حضرتك. يا ريت تقف كده. تاني معلش. ماشي اوكي. يعني دلوقتي انا خدت بالي من رسمتك كده ان كان في ثلاث يا محاور. مستر هشام مع حضرتك اهي الصوره بتاعتها. اي بص طبعا انا المحور الرأسي هنا اللي في النص ده كده، نشوف كام واجهه بقى متماثلين حواليه. ادي واحد يا مستر هشام، اتنين، تلاته. الله يفتح. كم وفي المحور يا محمد؟ او الافقي، كم محور كام افقي؟ محور افقي؟ ادي ايوه محور، احمد الله يكرمك. اتنين، ايوه تلاته، والتلات محاور الافقيه متساويه متساوي. والزوايا بينها كمان متساويه. ايوه الزوايا بينها متساوية. لو جينا شفنا برضو المحور الرأسي هو عمودي عليهم، في عندي كام وجه متماثلين حواليهم، ادي واجه، اتنين، تلاتة. في كام حافة عندي هنا متماثلة، ادي تلاتة. كام زاوية متماثلة، تلاتة برضو. عشان كده بنقول المحور الرأسي هنا ثلاثي التماثل، محور الرأس هنا بيبقى ثلاثي التماثل. نشوف شكل البلورة برضو تاني. ادي البلورة وهي بتتحرك قدامنا، فيها ثلاث محاور افقية متساوية، محور رأسي عمودي عليهم، وعندنا كمان قلنا المحور الرأسي قسم البلورة ديت، وشفنا ثلاث اوجه فيها متماثلين على جانبي، عشان كده قلنا المحور الرأسي مستر شيم كان ثلاثي التماثل. يبقى البلوره دي من الاشكال اللي المقارنه بتبقى جميله جدا جدا نقارن بينهم. اول حاجه طبعا التشابه بينهم يا استاذ محمد زي ما اتفقنا، لها الاثنين زي ما حضرتك وريتني دلوقتي، الاثنين لهم ثلاث محاور متساويه الطول، يتعامد عليهم محور راس رابع يختلف عنهم في الطول، ده الوجه التشابه بينهم. يبقى ايه؟ A1 تساوي A2 تساوي A3 لا تساوي C. طب تعالى بقى نشوف الايه بالنسبه للاختلاف. السداسي فيها محور رأسي سداسي التماثل، الوجه الواحد تكرر 6 مرات، الحرف تكرر 6 مرات، أما دي لها محور رأسي ثلاثي التماثل، محور رأسي، خلي بالك يا أستاذ محمد. طب تعالى بقى، لما قسمت لي أنت البلورة في الأول خالص نصين كان شكلها جميل جدا، دي البلورة ليها مستوى تماثل أفقي، لها مستوى تماثل افقي، يعني تقدر تقسمها نصين بالظبط، الثانيه مش ممكن تقسمها نصين او اللي فوق مش هيكون شبه اللي تحت، فبنقول ايه؟ ليس لها مستوى تماثل افقي. وبينتهي كان الشكل عندك جميل جدا جدا وواضح قوي في اللي تابع. دي من الاسئله اللي فيها مقارنه جميله جدا جدا في الثانويه العامه، اللي هو قارب بين النظام السداسي والنظام الثلاثي. عارف اكتر من سؤال بقى بخاف منه يا استاذ محمد؟ ان انت من تصرفك اجي اقول لك ايه؟ قارب بين السداسي وثلاثي الميل. لا ده كده احنا لسه قايلين ثلاثي الميل ده فيه ثلاث محاور، بس فنفوق بقى ثلاثي الميل مايل بالثلاثه، ده كده ثلاث محاور بس، ومختلفه في الطول والزوايا بينها مختلفه. لكن السداسي ده اللي فيه اربع محاور، ثلاث محاور افقيه متساويه بينها زوايا متساويه ومحور رابع عمودي عليهم، وفي نفس الوقت اكدنا ان بيوجد مستوى تماثل افقي يقسم البلوره الى نصفين متماثلين، وفي نفس الوقت المحور الراسي سداسي التماثل. وبرضه طبعا انا كده شرحت البلوره ديت وشرحت البلوره ديت. وبرضه انا خايف ان ابني مثلا ايه، انا بقول له ثلاثي الميل يكتب لي الثلاثي، فاهم قصدي؟ يعني ايه برضه من الحاجات اللي بخاف من نفرق. ابني. طبعا الحاجات دي اخطاء شائعه مستر هشام، الله يفتح عليك. بنشوفها على طول في التصحيح في ثانويه عامه، بتبقى اخطاء شائعه، ربنا يكرمك. التركيز مهم جدا، ثلاثي وسداسي الاثنين مع بعض، ثلاثة وستة الاثنين مع بعض، بس دول فيهم كام محور؟
اربع محاور. الله يكرمك. بينما البي كان فيهم خمس محاور، اللي فيهم ثلاث محاور، اللي فيهم ثلاث محاور مره تاني، المكعبي، الرباعي، قلنا المعين القائم، احادي الميل، ثلاثي الميل. طبعا مستر هشام ممكن يجي لنا هنا اسئله تربط كتير جدا، يعني ممكن يجي يقول لك عايزين ثلاث انظمه باللوريه فيها ثلاث محاور متساويه، ثلاث انظمه باللوريه فيها ثلاث محاور متساويه. يبقى طبعا لما يقول لي ثلاث محاور متساويه يبقى عندي ايه؟ بص، المكعبي في ثلاث محاور متساويه لما قلنا ايه، والسداسي في ثلاث محاور متساويه رغم ان المحور الرابع مختلف، ماليش دعوه انا عندي ثلاثه متساويين، والثلاثي له ثلاث محاور متساويه. يبقى لو قال لي سؤال زي كده اربط واجمع ثلاث محاور، مش لازم يكون ثلاثه هم ثلاثه بس، لا ممكن يكون ايه هم اربعه بس في منهم ثلاثه متساويين زي السداسي والثلاثي زائد طبعا ايه المكعب، طبعا نظام ايه في ثلاث محاور متساويه. يبقى ايه ندخل بقى في ايه؟ بص يا استاذ محمد، انا طبعا من الحاجات اللي احنا خلصنا يعني نظام تعريف المعدن تقريبا خلصناه، اجي بقى اتكلم في ايه بقى، ازاي اوصف المعدن، ازاي اوصف معدن. انت بتيجي تقول لي في البيت عندي مثلا حاجه موجوده عندي صخره شكلها كذا وشكلها كذا، توصفها ازاي يا استاذ محمد؟ فانا عندي عشان اوصف المعدن في حاجه اسمها الخواص الفيزيائيه للمعدن، الخواص الفيزيائيه للمعدن هنقسمها نصين، الخواص الفيزيائيه للمعادن انا هقسمها خاصتين مهمين قوي وواحده ثالثه هنبقى بنتكلم عنها بعدين، بس الاثنين مهمين قوي قوي، الخواص البصريه والخواص التماسكيه، وعندي خواص اخرى. يبقى عندي البصريه والتماسكيه. الغلطه الشائعه يا استاذ محمد، الخواص البصريه تعتمد على ايه؟ طبعا ابناء كتير قوي بيغلطوا غلطه قاتله، يقول لي ايه بتعتمد على البصر؟ لا، هي الضوء، هي الضوء في الاساس يا مستر هشام، الله يكرمك، مش بصرنا. اتخيل يا استاذ محمد لو دلوقتي القلم ده، القلم ده اهو، القلم ده، تخيل انا دلوقتي طفيت النور بتاع الاستوديو كله كله، القلم ده لونه ايه يا ابنائي؟ ما اعرفش. يبقى ايه وجود الضوء هيقدر يقول لي ان هو ده لونه ازرق، لونه احمر، لونه اخضر، لونه. يبقى مفيش ضوء كله هيبقى يستوي، كلهم اسود، كلهم هل شفاف ولا مش شفاف يا استاذ محمد؟ ما اعرفش لو فيش ضوء. يبقى الخواص البصريه هي الخواص التي تعتمد على درجه تفاعل الضوء مع المعدن. اتفضل حضرتك بقى ايه؟ طبعا من امثله الخواص دي يا مستر هشام عندنا البريق، عندنا برضو خاصيه اللون، عرض الالوان، عندنا خاصيه الشفافيه، عندنا خاصيه المغبش. هنبدا اول خاصيه من الخواص البصريه ديت وهي البريق. البريق قدرة المعدن على عكس الضوء. طبعا برضو عايزين نوضح الحتة دي مع حضرتك قبل ما يعني نخش في الخاصية دي. بص يا محمد، يعني بص انا المعدن اهو ماسكه انا، يعني لما بحركه في لمعان، في لمعان، واخد بالك؟ بص في لمعان ازاي؟ ده بنقول عليه بريق فلزي، بريق فلزي، ده بيميز معدن اسمه الجالينة. بص يا محمد، بص اللمعه بتاعته، معدن اسمه الجليد. عندي معدن برضو اسمه البايرايت، وطبعا الذهب من الامثله المالوفه جدا، لها بريق فلزي. يبقى عندي البريق هقسمه لنوعين من البريق، نوعين من البريق عندي بالنسبه لي، بريق فلزي وبريق ايه لو حضرتك توريهم لي. طب اشوف بس البريق لا فلزي بعضهم، بعض الامثله. انا عندي معدن زي ده يا استاذ محمد، هو درجه لمعانه مش زي، هو في لمعه على فكره بس مش زي لمعه اللي انا ايه الجليد اللي انا وريتها لك، مش نفس اللمعه. فده بس ايه بقول عليه بريق زجاجي، بريق ايه زجاجي. في مثلا ايه برضو دوت بريقه ايه، بريق زجاجي. عارف تعرف طبعا معدن الماس بريقه ماسي، معدن الايه الماس. في عندي الفلسبار بريقه لؤلؤي. يا ريت لو حضرتك توريها لي بقى كده الحاجات ديت الجميله، نشوفهم برضو كده مع بعض ابنائنا بناتنا الاعزاء. لو جينا شفنا مثلا عندنا معدن زي معدن الذهب، لما بنحركه امام العين تبص تلاقي الذهب ده بيلمع ودرجه لمعانه عاليه، عشان كده بنقول هنا بريق المعدن هنا لامع او ساطع. نفس الكلام في النحاس، بص بتلاقيه برضو عنده بريق لامع او ساطع لان بريقه فلزي. شفنا مع مستر هشام من شويه جالينا برضو عندها بريق لامع او ساطع. نفس الكلام في معدن البايرايت، كل المعادن ديت بيبقى عندها بريق لامع او ساطع بتعكس الضوء بدرجه كبيره جدا، عشان كده بنقول عندها بريق فلزي.
اما معادن اللي في الفلزات بقى فبنقول ديت معادن لها بريق لا يشبه بريق الفلزات خالص، ولكن بتوصف بما يشابهه من امثله مالوفه لينا في حياتنا. من الانواع ديت مين بقى؟ نشوف كده مع بعض. عندنا ده معدن الكوارتز، معدن الكوارتز بريقه زجاجي ليه نفس لمعه الازازه، حتى النوع ده من الكوارتز اللي قدامنا بيطلق عليه اسم البلور الصخري. الكالسايت نفس الكلام، عنده بريق زجاجي طبعا بيعكس الضوء زي الازاز بالظبط. في عندنا البريق اللؤلؤي، معدن الفلسفار بيلمع لمعه كده بالوان الطيف شويه، فتبص تلاقي عنده بريق لؤلؤي يميزه. لو جينا شفنا عندنا من اشهر انواع البريق برضو البريق الماسي، يمكن دي بلوره ماس كبيره مستر هشام، طبعا ليها برضو بريق يميزها بيطلق عليه لفظ البريق الماسي. لو جينا شفنا عندنا اقل المعادن بقى بريقا اللي هي بريقها ارضي او مطفي او ترابي، من اشهرها معدن الكاولينايت. واضح جدا ان المعدن اللي قدامنا ده ما عندوش لمعان او ما بيعكس الضوء بدرجه كبيره، لا هو بيعكس الضوء بس بدرجه قليله، عنده بريق بس بريقه محدود، بنقول بريق مطفي او ارضي او ترابي. الله يفتح عليك. ندخل بقى ايه، ادخلك على الشفافيه. تمام. الشفافيه بص، من ضمن الخواص يا استاذ محمد ادخل على ايه، خاصيه اسمها الشفافيه. امسك كوبايه، امسك الازاز بتاع بيتكم، بص من وراه كده هتشوف كل حاجه واضحه تماما، كل حاجه واضحه. فالشفافيه اللي هو ايه، امكانيه ان انا ارى من بتاع. فهنشوف الاول ايه الشفافيه كتعريف. درجه نفاذ الضوء من المعدن، درجة نفاذ الضوء من المعدن. استاذ محمد هيورينا ثلاث أمثلة دلوقتي أو ثلاث أنواع من الشفافية لدرجة نفاذ الضوء. بص الله يفتح عليك، شفاف ماسك استاذ محمد على فكرة، ماسك بلورة، ماسك معدن فعلا حقيقي. أنا شايف كل حاجة تحتيه واضحة قوي، كل حاجة واضحة، فده بنقول عليه معدن شفاف، يمكن الرؤية خلاله بوضوح، يمكن الرؤية خلاله بوضوح. يبقى ده المعدن الايه الشفاف، ده النوع الاولاني. النوع الاولاني في نوع تاني اسمه، طبعا دي المعادن عندنا من حيث الشفافيه. احنا شفنا عندنا الصوره اللي عندي كده، برضو عندي هنا لو جينا شفنا المعدن اللي قدامنا ده كده، معدن شفاف بالشكل ده كده، ده معدن هنا الشفافيه بتاعته اقل شويه، بنقول هنا ده نصف شفاف. انا شايف خيال بتاع ايدك يا محمد او بايدي اللي هو في التلفزيون، شايف الضي بتاعها، انا شايف بس مش بوضوح، ده الفرق. الاولانيه قلنا ايه، يمكن الرؤيه خلاله بوضوح، ده هنا يمكن الرؤيه خلاله بدون وضوح، انا شايف ضي بتاع صوابعه بس مش محددها قوي، مش شايف لونها، مش شايف بتاع، بس في حاجه ايه واضحه. طبعا بلورة المعدن اللي معانا دي كده برضه مستر هشام لا يمكن الرؤيه خلالها خالص خالص، يبقى ده بنقول عليه معدن ايه، معدن معتم لا يمكن الرؤية خلاله بوضوح، لا يمكن الرؤية خلاله بوضوح. يعني واضحة أوي الأمثلة بتاعتنا جدا جدا. هنا ما عنديش أمثلة يا محمد، يعني ما عنديش، ما فيش لابني يقول أي معدن اسمه إيه. أنا عندي معدن شفاف تعريفه اللي هو يمكن الرؤية خلاله بوضوح، معدن نصف شفاف لا يمكن، يمكن الرؤية خلاله بدون وضوح، معدن معتم زي ما حضرتك وريتني مشكورا لا يمكن الرؤية إيه خلاله بوضوح. طبعا احنا كده في الخواص الفيزيائية للمعادن النهاردة ابتدينا كده خاصيتين، خاصية شفنا كده مع بعض خاصية البريق، شفنا معاكم برضو خاصية شفنا كده الشفافية. طبعا مستر هشام الوقت بيعدي مع حضرتك بسرعة، في لقائنا القادم طبعا هنكمل باقي الخواص البصرية والتماسكية. بنشكر حضرتك كتير، بنشكر كل فريق الإعداد، بنشكركم أبنائنا بناتنا الأعزاء، ونراكم دائما على كل خير. ومعانا حلقة متميزة إن شاء الله في لقائنا القادم الأسبوع القادم، وهنشوف بقى عينات كتيرة جدا عشان نوضح باقي الخواص الفيزيائية اللي بنقدر نتعرف بيها على أنواع المعادن المختلفة في الطبيعة. نشكركم ونراكم دائما بكل خير والسلام.